في هذا المكان حيث وقعت مجزرة راح ضحيتها حتى الآن 10 شهداء جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الروسي في الساعات الماضية. يقول أبناء المنطقة أن حملة تصعيد عسكرية جديدة وغير مسبوقة تشهدها معظم المناطق المحررة هنا بريف حماة. فاضت بلدة كفرنبودي في الساعات الماضية لغارة من الطيران الحرب الروسي أدت إلى دمار كبير بالمنازل ووقوع مجزرة راح ضحيتها 10 أشخاص من عائلة واحدة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك مدنيين مرة على الطريق تعرضوا لإصابات خطيرة وتم نقلهم إلى أقرب مشفى لتلقي العلاج اللازم. تشهد المناطق المحررة في ريف حماة الشمالي والغربي قصف مدفع مكثف وقصف بالطيران الروسي، وقد تم في الساعات الماضية قصف على مدينة كفرنبودي، وأيضا تم استهداف مشفى حسن الأعرج في مدينة كفرزيتي وقد تم إخراجه عن الخدمة.